السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ظريف جدا، بتلاقي فيه الستاندرد الانترناشنال زي البريطاني الألماني الايزو وهكذا. كل عليك ان انت بتدخل على البحث وتكتب الكلمة اللي انت عايزها، وليكن مثلا ايزو، او تختار ايزو من فوق يجيب لك كل الاكواد الخاصة بالايزو. تقدر تدوس عليه تحمل زي ما انت عايز، ومش دول بس، لا عندك 153 صفحة، فتلاقي كل الأكواد اللي انت ممكن تكون بتدور عليها.